تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالخير، حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي يتقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. خلال البرنامج إن شاء الله بنتطرق لمواضيع طبية وصحية تهمكم وتفيدكم، ويصرنا استقبال استفساراتكم ومداخلاتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. قبل ما أذكر برقم التواصل، أرحب فريقي فريق العمل وياي اليوم في الإعداد نور نزال، في التنسيق مير المري، وفي الإخراج أيمن سرحية. صباحكم الله بالخير جميعا، ومحدثتكم الدكتورة عاش البسطي. أذكركم أرقام التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. مثل ما عودناكم فقراتنا بتتنوع، منها الطبية والصحية وكذلك التوعوية. بنبتدي بفقرتنا التوعوية اليوم، بتكلم أكثر عن الخرافات والحقائق الغذائية. يعني هذه لها دور كبير خاصة في الثقافة الغذائية والأشياء اللي نربطها في كل يمكن شيء غذائي أو منتج غذائي أو حتى أي يعني شيء يرتبط بالغذاء. مرات في أشياء معينة ترتبط فيه، مرات تكون خرافة ومرات تكون حقائق غذائية. ويانا أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة ندى علي، وتكلمنا أكثر على هذا الموضوع. صبحت الله بالخير أستاذة ندى. النور والسرور. اليوم حابة أتكلم عن الحقائق والشائعات اللي هي بعضها صحيح وبعضها خاطئ. صحيح. في الفترة الأخيرة صار اهتمام الناس الكثير على الحصول على نمط حياة صحي، تغذية سليمة ومتوازنة، وتزامنا مع مغريات كثيرة وأطعمة متنوعة اللي هي صعب علينا صرنا نقاومها. نعم. وأيضا النظام المتبع اللي هو قلة النشاط البدني والجسدي والتكاسل يعني في ممارسة التمارين الرياضية والبدنية، فكل هذه أصبحت أو كانت سبب في زيادة الوزن. فصار التطور والحاصل سهولة الوصول للمعلومات، فالبعض يمارسون مفاهيم خاطئة مثل خرافات شائعة حول التغذية السليمة. فحبينا اليوم نوضح شو هي الإشاعات اللي منتشرة في الفترة الأخيرة وكيف ممكن نعالجها. ممتاز. وهل الإشاعات كذلك تأثر على يعني يتأثر على الشخص نفسيا فيصدقها ويعتمد عليها؟ أيوة، وكثير من الإشاعات منتشرة في الفترة الأخيرة وأنواع وأشكال نواجهها، وحبينا بس نتطرق لكم من شائعة ونصحح المعلومة. ممتاز. فمن أهم الأول شائعة اللي هي تخطي الوجبات لإنقاص الوزن أو استهلاك وجبة واحدة في اليوم بحجة أنها راح تقلل السعرات الحرارية وراح تؤدي إلى نقص الوزن. فهذا الاعتقاد خاطئ، لأن أصلاً آخر دراسات علمية متاحة أنا حددوا الأشخاص اللي كانوا يتخطون مثلاً وجبة الإفطار. نعم. وتناولوا القليل من الطعام في باقي الوجبات خلال اليوم، فمقارنة بالأشخاص اللي كانوا يتناولون وجبة فطور صحية كاملة ويتناولوا باقي اليوم 4 إلى 5 وجبات، وجدوا أن المجموعة الأولى كان عندهم زيادة أوزان أكثر. المجموعة الأولى ما اعتمدت على الفطور، أو يعني في وجبة ما اعتمدت عليها، واعتمدوا على وجبتين فقط في اليوم. ثاني مجموعة لا، خذوا الفطور وخذوا 3 إلى 4 وجبات في اليوم معتدلة. من الأسباب اللي ليش إن هذا للمجموعة زاد وزنهم، إن بعض الأسباب ترجع لأن الأشخاص اللي يتخطون الفطور يتناولون وجبة أكبر في الوجبات التالية اللي سابعة، وفي الغداء تكون وجبة أكثر بسبب ممكن يكون مستوى السكر غير منتظم، كان فترة طويلة فأدى إلى نقص مستوى السكر، فأدى إلى حالة جوع شديدة، ففي الغداء الكمية كانت أكبر من
من ما كان لو أخذها، لو كان مستهلك الفطور كان ما أخذ وجبة الفطور. ومن الأسباب الأخرى كمان إنه عنده استخدام وجبة واحدة في اليوم، أو حتى لو كانت وجبة قليلة في السعرات وهي وجبة واحدة فقط، هذا يؤدي إلى تقليل نسبة الحرق في جسم الإنسان. فبذلك أي زيادة بسيطة في الأكل أو في السعرات الحرارية يقوم الجسم بتخزينه، فبذلك يزيد الوزن. فلذلك لا ننصح أن يستخدم الإنسان النظام اللي هو استهلاك وجبة واحدة في اليوم. الأفضل أن نأخذ الوجبات، الثلاث الوجبات الرئيسية، ومن بينهم وجبات خفيفة حتى نوصل لأربع أو خمس وجبات في اليوم، أفضل من استهلاك وجبتين في اليوم. صحيح، وهاي وهاي هذه الشائعة صحيح منتشرة بشكل كثير، يعني خاصة أنا أشوفها مع المرضى اللي يتابعون وياي مرات يوميات. المريض يقول لي دكتورة يعني من فترة أنا ما أكل غير وجبة واحدة، ما أكل غير وجبتين، أو ما أكل فوزني ما طايع ينزل أو وزني ما ينزل. بالضبط، مع تقليل هاي الوجبات قلت نسبة الحرق عندهم وزاد التخزين لأي وجبة بسيطة يأكلونها، فأدى إلى زيادة الوزن وصعوبة نزول الوزن. صحيح، لو الناس رابطة أن يعني كل ما قللت الوجبات كل ما يعني نزل وزني أسرع، وهذه نقطة صحيح. جدا مهمة ذكرتيها أستاذة ندى. ننتقل للنقاط الثانية. النقاط الثانية مثلا في الغذاء، مثلا يقولون أن الخبز الأسمر هو أفضل مثلا من الخبز الأبيض. نعم. أو ممكن نستهلكه بكميات كبيرة. لا، من ناحية السعرات الحرارية الخبز الأبيض والأسمر متساويين تقريبا في السعرات الحرارية، ولكن النوعية اللي راح نختارها، الخبز الأسمر مش جميع أنواع الخبز الأسمر هي صحية، لا، في بعض الحالات حتى ممكن تكون أسوأ من الخبز الأبيض، لأنه ممكن يكون ضايفين معها صبغات أو السكر المحروق عشان يصير لونها بني، بس لكسب اللون البني. وهاي شائعة أو خرافة، يعني أنه بس الخبز الأسمر هو الأفضل. الأفضل هو استهلاك خبز مع حبوب كاملة، اللي هو يكون مع دقيق القمح الكامل، اللي هو من غير إزالة النخالة الموجودة على القمح. هذا هو الأفضل، اللي يكون مع النخالة القصد، أنه يكون مع النخالة أو يكون مع حبوب كاملة مدعم. نعم. فالفرق بينهم أنه بالسعرات هم متساويين، ولكن اللي مع الحبوب الكاملة واللي مع النخالة هاي يكون في ألياف، في فيتامينات، في معادن أفضل لجسم الإنسان. ونقلل نسبة لما نأخذ هذه الحبوب الكاملة نقلل نسبة استهلاكنا للسكر أو الطحين المكرر. نعم. اللي هو simple sugar، السكر البسيط. نعم، في أشياء تكون بعد كذلك مضاف لها مثل الشوفان أو الذرة. نفس الشيء، هاي كلهم ندور على حبوب كاملة. أول مثلاً لما نقرأ التغذية البطاقة الغذائية اللي موجودة في البطاقة الغذائية الموجودة، هاي يكون أول مكون لها الحبوب الكاملة أو الطحين الكامل أو القمح الكامل، ما يكون بس طحين أبيض، هاي اللي هو السيء. صحيح، لأن صح مرات تشترين أو تأخذين الخبز تشوفينه أسمر، بس يوم تأكلينه تحسين يعني بس نكهة، يعني بدون ما تحسين بطعم أو حتى يعني حتى الخبز نفسه مكونات تحسيبها نفس الخبز الأبيض، يعني ما فيها اختلاف. بالضبط، يكون فيها الطحين الأبيض بس مضافين للون، ممكن يكون فنفس الفائدة أو حتى ممكن أضر من الخبز الأبيض. فلذلك بس أهم شيء أن ندور على الحبوب الكاملة، هاي النقطة، هالاسم. نعم. وليس الخبز البني فقط. نعم صحيح، وهاي نقطة جدا مهمة، ما نشوفه بس اللون أن خبز أسمر، نأخذه بعد أن شيء يعني نتأكد من مكوناته كذلك اللي موجودة فيها. بالضبط. وأيضا الشائعات الأخرى اللي هي التوقف عن استهلاك مثلا الكربوهيدرات تماما، بحجة أن الكربوهيدرات هي السبب الرئيسي في زيادة الوزن، فهاي أيضا شائعة خاطئة. في الحقيقة أن الكربوهيدرات هو المركب الغذائي الأساسي، اللي هو أصلا مطروحنا في اليوم من مجموع السعرات الحرارية المفروض نستهلك منه 50% يكون من الكربوهيدرات. نعم. ممكن يكون من 45 حسب إذا كان مريض سكر، من 45 لتقريبا 55% تكون من الكربوهيدرات، ولكن مثل ما قلنا نوعية الكربوهيدرات اللي هي تعتمد عليها. فالكربوهيدرات اللي هي من مثلا مصادر طبيعية، من البقوليات، من الأرز الطبيعي الأسمر،
الطحين القمح الكامل الأسمر، هاي الكل القمح الكامل مش الأسمر فقط، هاي هم اللي نستخدمهم اللي يفضل استخدامهم، ولكن نتجنب سكريات بسيطة، نتجنب حلويات، نتجنب أي طحين مكرر، هذول اللي نتجنبهم، وليس التوقف عن الكربوهيدرات تماما. نعم، وهي نقطة كذلك جدا مهمة، لأن ناس كثيرة توقف الكربوهيدرات لهذا الغرض، وبالعكس يعني الكربوهيدرات لها أساس، يعني شيء أساسي في جسم الإنسان أن يحتاج يستهلكها كذلك. بالضبط، مثلا الدماغ مصدر الطاقة والشغل اللي عنده من الجلوكوز اللي هو من الكربوهيدرات، فهو صحيح اعتماده الوحيد عن على الكربوهيدرات. صحيح تقليل كمية بسيطة منه مو مشكلة، للمساعدة على نزول الوزن أفضل شيء هو اتباع نظام متوازن اللي هو يجمع بين وجبات متفرقة على طول اليوم، يجمع بين كل المجموعات الغذائية اللي هي يكون فيها كربوهيدرات، يكون فيها بروتين من مصادر حيوانية أو نباتية، يكون فيها حتى نسبة دهون صحية. صحيح نفس الشيء شائعة أن الدهون هي السبب أيضا في زيادة الوزن، مش كل أنواع الدهون، بالعكس في دهون ضروري لجسم الإنسان، ضروري لامتصاص بعض الفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم، صحيح ولكن الأنواع والأشكال والأكل الجاهز هو هذا الأسباب في زيادة الوزن، وليس مثلا الدهون فقط أو الكربوهيدرات فقط هي صحيح السبب في زيادة الوزن. الموضوع. نعم، الموضوع صراحة أستاذة ندى جدا شيق، ومعلومات كثيرة كذلك يعني بخصوص هذه المواضيع، خاصة الشائعات والحقائق الغذائية، والوقت ما شاء الله داهمنا، فإن شاء الله بناخذ حلقة ثانية كذلك بخصوصها، لأنها جدا مهمة وصراحة نشوفها يوميا، يعني أنا كطبيبة أسرة أشوفها يوميا عندي في العيادة، الأشخاص نفس الشيء يربطون نفس المعلومات أو الأشياء اللي قلتيها أو الإشاعات اللي قلتيها، دايما تيني تساؤلات عليها أو الشخص نفسه يذكرها كل مرة. ف بالضبط، وهاي متداولة كثير بين كثير أشخاص وايد بحيث تنتشر، صحيح، فحبينا بس نوضح نشكرك الأنظمة صراحة على الصحية. هذا الموضوع. كلمة أخيرة توجهينها المستمعين خلال البرنامج. هو مثل ما قلنا اللي هو اتباع نظام متوازن أفضل شيء لنزول الوزن، مع نمط حياة صحي اللي يكون فيه ممارسة رياضة وأنشطة بدنية، لا نعتمد أو لا نقتصر على مجموعة معينة من المجموعات الغذائية، لا نوازن بينهم كلهم، ناخذ من الكربوهيدرات، من البروتينات، من الدهون، نزيد من الخضروات، زائد النظام الرياضي الصحي. صحيح وفقط إن شاء الله صحيح كلهم يكونون بصحة وسلامة. شكرا أستاذة ندى علي، أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي. شكرا لك، حياكم الله. شكرا لك، حياك الله ويانا. مستمعينا كانت هذه فقرتنا التوعوية، وتكلمنا عن الخرافات والحقائق الغذائية. طالعين فاصل إن شاء الله وراجعين لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600551414، وعلى الرسائل النصية على 4006. بنتحدث الحين في فقرتنا عن مشاركة الهيئة بمعرض الصحة العربي، ونتكلم عن مبادرة اللي هي خدمة الرأي الطبي الثاني. ويانا الأستاذة ليندا عبد الله، مستشارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، وبتكلمنا أكثر عن هذه الخدمة. صباح الله بالخير أستاذة ليندا. صباح الورد، صباح الخير على المستمعين كلهم. حياك الله ويانا في البرنامج. مشكورة الغالية، مشكورين على الاستضافة. الله يسلمك أستاذة ليندا. حابين نتكلم أكثر عن خدمة الرأي الطبي الثاني. نعم، هذه خدمة جديدة تم إطلاقها من قبل إدارة السياحة الصحية التابعة لقطاع التنظيم الصحي، بهدف يعني أولاً نحن المريض هو محور جميع ما نفعل، وراحة المريض وسعادته، ومن ضمنها طبعاً أنه المعلومة اللي يحصل عليها حول تشخيصه إنها يكون هو مرتاح من هذا التشخيص، وعنده الثقة الكاملة في الخطة العلاجية المقدمة له. فنحن كوسيلة جذب للسواح الصحيين من المنطقة ومن العالم، قدمنا هذه الخدمة لإعطائهم الرأي الطبي الثاني بشكل مجاني. نعم. لسبع تخصصات،
وطبعا الهدف منها ان احنا نستعرض اكيد القدرات الطبيه الموجوده عندنا من خلال الاطباء او الفرق الطبيه متعدده التخصصات اللي تقدم هذا الراي الطبي الثاني. نعم. وايضا ان اقتراح خطه العلاج المناسبه حتى ان يوم الاماره تكون كل شيء بالنسبه له واضح قبل الاقدام على هذه الخطوه. ممتاز، وهذا يسهل للمريض كذلك، يعني عارف الخطوات اللي بيحتاجها لهذا فرضا لهذا المرض أو لهذا الشيء اللي مصاب فيه قبل حتى ما يوصل لبلاد. نعم، وأيضا بيكون هذه خطوة مهمة نحو شركات التأمين اللي تحول المرضى أو تحول التقارير الطبية في المنطقة، طبعا حوالينا يحولون التقارير الطبية للدول الخارجية إنها تعطي آرائها الطبية فيها. إحنا قدمها هذه خدمة أيضا لهم على أساس أن يفرشون هذه التقارير الطبية لدبي. نعم. يتعرفون على شركات التأمين هذه على القدرات اللي موجودة عندنا، وبالتالي نبني جسور ثقة معهم حتى أنهم يحولون المرضى علينا بشكل مستمر. ممتاز، نذكر مرة ثانية المستمعين بخصوص عدد التخصصات المدرجة في هذه الخدمة. عندنا 7 تخصصات شوية مختلفة عن التخصصات الأخرى اللي هي مدرجة في السياحة الصحية، فإحنا وسعنا النطاق شوية لأن شفنا أن هناك خاصة من قبل وسطاء التأمين وشركات التأمين في المنطقة. نحن طبعا اشتغلنا على هذا المنتج مع شركات إعادة التأمين وعرفنا منهم شو هم يحتاجون، وطبعا احتياجات المرضى تم عمل استبيانات وما إلى ذلك في المنطقة، فشفنا أن مثلا علاجات مثل السرطان تحتاج لرأي طبي ثاني، طبعا بيكون المريض وأهله والكل يعني غير مرتاح لفكرة أن مثلا حد لا سمح الله عندها المرض فيحتاج لرأي طبي ثاني لاقتراح الحلول، وأيضا لوجود التقنيات الموجودة عندنا الحمد لله لعلاج هذه الأنواع من الأمراض المستعصية. أيضا عندنا العديد من التخصصات هذه كلها مدرجة على طبعا لراحة المريض على الويب سايت الخاص بالسياحة الصحية اللي هو dxh.ae، وأيضا على التطبيق الذكي اللي هو طبعا يقدروا ينزلونه سواء على الجوجل ستور أو على الأبل أو حتى على الهواوي حاليا موجود. نعم. يقدرون وبشكل طبعا آمن، المعلومات موثوقة، تدخل في موديول يحط المريض كل معلوماته مع تقارير الطبية، تروح على طول للمستشفى اللي يقدم هذا الرأي الطبي الثاني. طبعا المعلومات كلها موثوقة، كلها موجودة على الويب سايت، يقدرون كلهم يطلعون عليها بكل شفافية، يقدر يعرف أي مستشفى يقدم لها الرأي الطبي الثاني، يختاره، يختار الدكاترة، كل شيء موجود على الويب سايت. ممتاز، وهذا بيسهل على الأشخاص حتى لو ما كانوا في دولة الإمارات يعني أن التواصل، كذلك معرفة هذه الخدمة أكثر، ويعني حتى التقديم لهذه الخدمة أكثر. أستاذة ليندا، طبعا هاي الخدمة لها أهمية كبيرة في تعزيز السياحة العلاجية، فحابين نتكلم أكثر عن هذا الموضوع. الغالية، نحن طبعا يعني هدفنا كإدارة السياحة الصحية هي أن نضع دبي كوجهة أفضل للعلاج بالذات للمنطقة اللي حوالينا، وأكثر شيء إحنا نقول على منطقة السفر خلال 4 ساعات حوالين دبي، هذا هو الكاتشمنت إيريا الأول مالنا. نعم. ومن ثم اللي أبعد عنا بحوالي 8 ساعات، هذا يعني بشكل مفصل. نعم. فنحن حتى نبني هذا جسر الثقة، وحتى مثل ما تفضلتي المريض يكون عارف نفسه قبل لا يجي دبي، أنا جاي بروح المستشفى الفلاني، خطة العلاج أنا أعرفها قبل لا أجي، إذا أحتاج إني أنا حتى أتواصل مع الطبيب اللي أنا بيقدم لي العلاج أقدر أتواصل وياه قبل لا أوصل لدبي. الراحة النفسية يعني صحة وسلامته وراحته هي شيء أساسي، وطبعا العائلة اللي معاه بتكون تعرف كل شيء، فطبعا هذا أكيد رح يعزز السياحة الصحية وجذب السواح العلاجيين طبعا للعلاجات، يعني هذا أكثر للمرضى اللي يعني يحتاجون لعلاج. إحنا نقول السياحة الصحية هي تشمل المرضى و يعني حتى الأصحاء يجون لدبي، بس هالخدمة
هي أكثر موجهة لمن هو يعني عنده تشخيص، عنده حالة مرضية ويحتاج للعلاج. صحيح. والطب خدمة الرأي الطبي الثاني بعد لها دور كبير، يعني الشخص يوم بيقدم عليها يكون مرات ما مطمن للتشخيص الأول، أو ما مطمن يعني يبغي يتأكد من التشخيص كذلك قبل ما يبتدي بالعلاج الصحيح له. نعم، وتعرفين احيانا ان لانه مثلا دبي في عندها تقدم في بعض التقنيات غير موجوده في الدول الثانيه، لما نقترح خطه العلاج اللي تناسب هذا النوع يعني يستانسون انه يعني في اشياء صحيح. مختلفه، ممكن الترناتيف روتس، ممكن مثلا بعض العلاجات احنا متقدمين في علاجات الجراحات المناظير مثلا، فيرتاح المريض انه والله مثلا بتشيل الرحم لا سمح الله وما الى ذلك، والله في دبي فيها الاوبشن مثلا انه بدون جراحة وبدون مثلاً ما يتبع الجراحة، وطبعاً الريكوفري بيريد بتكون وايد أقل. فعندنا هذه الأوبشنز أو جراحات الروبوت وهالتقنيات الجديدة الموجودة وبشكل ممتاز في الإمارة، نحن نفخر إن إحنا نقدر نقدمها من خلال الحلول البديلة لخطة العلاج اللي بتكون عند المريض من دكتورة في بلده. صحيح، وهذه خدمة جدا مهمة وخاصة في على المستوى الطبي، يعني لها أهمية كبيرة، يعني من ناحية راحة المريض أول شيء، يعني النفسية طبعا، نفسية المريض وراحة النفسية نص العلاج تقريبا. ثاني شيء أنه يلقى مشورة ثانية من طبيب ثاني أو أخصائي ثاني، وتحت يعني مثل ما نقولها رقابة كاملة، يعني ونفس ما قلتي الأشياء كلها اللي موجودة فيها شفافية كبيرة، ويقدر الواحد يعرف عنها عن طريق موقع DHA اللي هو في الابليكيشنز أو DHX.ae. نعم. كلمة أخيرة توجهينها المستمعين أستاذة لندا خلال البرنامج. والله بغيت أقول أن يعني الحمد لله السياحة الصحية على الدرب الصحيح، وإن شاء الله أن السنة مع وجود إكسبو وهذه المناسبة الغالية يعني إن شاء الله بيكون عندنا استعدادات جيدة جدا لاستقبال أعداد أكبر من السواح الصحيين، وإن شاء الله هذا نقدر نقدم شيء أفضل وأفضل لكل من يحتاج العلاج والصحة في إمارة الدبي. إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. مشكورة الغالية. شكرا. الأستاذة لندا عبد الله مستشارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. مستمعينا كانت هذه فقرتنا بخصوص مشاركة الهيئة ومعرض الصحة العربي في خدمة الرأي الطبي الثاني. طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. في فقرتنا الحين بنتحدث أكثر عن إطلاق خدمة بشرة في معرض الصحة العربي. أطلقت هيئة الصحة بدبي أحدث برامج الحلول الذكية لمختبر علم الأجنة بمركز دبي للأخصاب بشرة، وذلك في تحول مهم وطفرة نوعية جديدة أنجزتها الهيئة على مستوى إجراءات التعامل مع العينات البشرية وتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب. وبنتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع الأستاذة هناء طحوارة مدير مركز الأخصاب بهيئة الصحة بدبي. صباح الله بالخير أستاذة هناء. صباح النور، هلا والسرور، حياك الله ويانا. الله يحييك، يا مرحبا، تفضل. نبارك لكم في البداية إطلاق خدمة بشرة في معرض الصحة العربي. الله يبارك فيك، والحمد لله هذا إنجاز طبعا للهيئة ولخدمة المجتمع طبعا. الحمد لله، ونتمنى لكم التوفيق أكثر وأكثر إن شاء الله. أستاذة هنا، حابين تعطينا نبذة عن خدمة بشرة بداية؟ إن شاء الله. اولا طبعا بشرة من البرامج او الحلول الذكيه اللي هي بتساعدنا ان نرتقي باجراءات العمل الحاليه اللي نقوم بها في المعمل، بتكون كمرآة عاكسه لجميع اجراءاتنا في تقنيات المساعده الطبيه على الاخصاب من خلال المعمل. هذا البرنامج تم وضعه في خطط الاستراتيجيه بما يتماشى مع منظومة هيئة الصحة لتطوير ووضع حلول ذكية لجميع الإجراءات اليدوية القائمة حاليا. نعم. فبالتالي تم التعاون مع شركة
اسمها شركة ميديتكس من بريطانيا وشراء البرنامج منهم، وهذا أحدث برنامج يتم التعامل فيه على مستوى العالم من حيث تقنيات المساعدة الطبيعية للإخصاب. فبالتالي حاليا نحن جميع الإجراءات اللي نقوم بها في المعمل سواء تلقيح سواء تجميد أو مراقبة تطور الجنين، استخدام المواد، مراقبة الحرارة في المعمل، كلها يتم تسجيلها يدويا من قبل موظفات علم الأجنة. بالبرنامج هذا بيتم توفير الوقت والدقة اللازمة عليهم من حيث أنه بيتم كل الإدخال إلكتروني ممتاز. فبالتالي بيعكس لهم جميع العمل، إجراءات العمل اللي يقوموها بثواني وبلحظة، فبالتالي بيكون عندهم القدرة أنهم يتواصلون مع الطاقم الطبي في العيادة من خلال برنامج سلامة. فبيتم الربط ما بين برنامج بشرة في المعمل وبرنامج سلامة اللي هو المعمول به في هيئة الصحة كملف طبي موحد. حاليا مثلا كل الإجراءات اللي تتم في المعمل ما نقدر احنا نطلع عليها إلا من خلال موظفات علم الأجنة، فبالتالي يواجه الأطباء صعوبة في تطور وضع الإخصاب نعم. في المعمل، وما يقدر يعني يعطي المريض وضعه إلا من خلال معمل المختبر. أما بعد إطلاق يعني بشرة، استخدام بشرة طبعا بيكون في متاح لدى جميع المتعاملين في المركز، البيانات بتكون متاحة بسهالة، الدكتور بيكون مطلع على النتائج بارتياحية، فهذا بينعكس بشكل جميل يعني ممتع لعملائنا. صحيح. نعم تفضل. خاصة وهذا يعني بالنسبة لنا نحن الجهاز كان جدا يعني صعب، ليش؟ لأن كل بياناتنا كانت يدوية. صحيح. فأخذنا على مدى العام الماضي بس عملية نقل البيانات وتدوينها إلكترونيا بحيث أنها تتماشى مع عملية الربط أو متطلبات الربط الفنية اللي بتتم مع برنامج سلامة. ممتاز. خاصة أن يعني تخصصكم أو عملكم يحتاج دقة كبيرة، يعني نعم. يعني يحتاج دقة، يحتاج الواحد يكون مركز حتى في إدخال المعلومات هذه. فما بالك تكون يدوية في كل فترة يعني وفترة طويلة، يعني الانتقال من اليدوي لأتمتتها يعني هذا جدا يعني كبير وإنجاز كبير كذلك. هو شوفي الدقة مطلوبة سواء صحيح. يدوية أو إلكترونية. صحيح. مثل ما قلتي هذا التعامل مع العينات البشرية خط أحمر، شيء ما في مجال إنك أنت تخطأ. فنحن الحمد لله بموجب إجراءات العمل عندنا ورقابتها من حيث تطبيق معايير واعتمادات دولية عالمية حاصلين على نسب تفوق 99.2 في الإجراءات العمل، فما في مجال للخطأ. لأن بس اللي بيساعدنا في البرنامج يعني قبل يدويا كان 3 موظفات يسوون إجراءات التدقيق يعني على الإدخال والتدقيق، يعني لا يمكن أن يرسلون المعلومة للطبيب إلا أن تكون متأكدة ومطابقة أن عينة الزوج وهذا اسمه وهي عينة الزوجة وهذه اسمها وهي مرحلة التقاسم من قبل 3 موظفات هن يعتمدا النتيجة النهائية أو أن التأكيد. هي التأكيد نعم. أما حاليا بالبرنامج بيسهل عليهم الوقت اللي هو المطلوب للتدقيق، لأنه بيكون في باركود على جميع العينات وإدخالها إلكترونيا، فبالتالي هاي بيسهل عليهم. إحنا بنتم ما زلنا يعني خلال فترة الانتقال بنتم مدة 3 نعمل يدويا، لأن لازم نتأكد من سير العمل وأن سليم 100% وأن النظام مغطي كل البيانات اللي ندخلها بنسبة 100% طبعا بالتعاون مع إدارة تقنية المعلومات. ممتاز. فهذا ما في شك أنه ما في مجال أن يكون في خطأ أبدا. صحيح. بس الوقت كذلك الوقت يعني بيكون يعني فارق كبير في الوقت في إدخال معلومة سواء أو التدقيق حتى على المعلومة. ما بس بتكون عندنا قاعدة بيانات سهلة يعني بالنسبة للبحوث. صحيح. حاليا أطبائنا والطاقم التمريضي والطاقم الفني يمارس بحوث ويجمع معلومات سواء
في كل مراحل رحلة العملاء وعلى حسب حالاتهم، بس كل منويا، فما يساعد انهم يحللونها بطريقة سهلة. اما بتوفر هاي القاعدة بضغطة زر وحدة بيبين لنا مثلا اسباب تأخر الحمل لدى ذكور على سبيل المثال، صحيح. لان بتكون هالبيانات اوريدي مدخلة وفي مؤشرات اداء تربطها بالنتائج هذه، فبتكون نقلة نوعية، اضافة الى ان بنشارك العميل في تطور نمو الجنين خلال مرحلة التلقيح وقبل عملية الإرجاع من خلال التحكم من بعد. يعني على سبيل المثال احنا مو مرضانا كلهم من البيت، مرضانا من على مستوى الدولة كلها، من دول خارج من خارج الدولة، فبالتالي خلال مرحلة التقاسم بيكونون قادرين على الاطلاع على تطور الأجنة في المعمل من خلال اعطائهم يوزر نيم يعني خاص وكلمة مرور بالتنسيق مع موظفات خدمة العملاء او المختبر. ممتاز. كذلك ربطه بسلام ومواكبة التحولات الورقية اللي تشهدها كذلك هيئة الصحة بدبي، هذا له دور كبير كذلك. اكيد مثل ما قلت لك من منظومة هيئة الصحة أو التحول الذكي واللاورقية، نحن سعينا أن نحقق هذا البرنامج ونحطه ضمن أهدافنا الاستراتيجية، والحمد لله رأى النور. ومثل ما تعرفين من اسمه يبين أنه بشرة خير، فبشرة خير للأسر اللي هي عندها مشكلة في تأخر الحمل، فبالتالي هذا بيكون بشرة خير لهم إن شاء الله. وبالنسبة لنا نحن كمتعاملين داخليين بيرتقي بإجراءاتنا وبيسهل علينا مثل ما قلت الإجراءات إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ هناء، طبعا تكلمنا عن واحدة من النقاط اللي بتفيد الخدمة المرضى وخاصة عن متابعة الأجنة ونموها عن بعد، فحابين نتكلم أكثر عن كيف بتفيد هذه الخدمة كذلك المرضى غير عن هذه كيف بتفيدها. من حيث أهم شيء عندنا بنق العينات، بنق العينات. نحن طبعا العلاج الأخصاب ونظام وقانون العلاج المساعدة الطبية على الإنجاب يسمح بتجميد عينات المتعاملين للاستخدام المستقبلي بعد الانتهاء من أي محاولة. على سبيل المثال بعد إتمام عملية سحب البويضات من الزوجة وتلقيحها بعينة الزوج يتم التوصل إلى تطور الأجنة وجود أجنة فائضة عن الاستخدام. فعلى سبيل المثال القانون يسمح لنا بترجيع ثلاثة أجنة، اثنين إلى ثلاثة أجنة. نعم. على حسب وضع الحالة الطبيب قد يقرر أن يرجع جنين واحد أجنة واحدة أو اثنين، فبالتالي الفائض ما يتم إتلافه بل يتم الاتفاق مع العميل على تجميده في الحاويات. حاليا هاي الحاويات كلها مانيول، ببرنامج سلامة بيتم ربطها إلكترونيا بحيث أن كل عينة يتم إدخالها في الحاويات اللي هي تبلغ حاليا عندنا كميتها ما يتجاوز عن 9000 عينة إلكترونيا، فبالتالي مثل ما بضغطة زر بنقدر نعرف كم عينة عندنا، منو أصحاب العينة، مدة انتهائها. فهذه قاعدة بيانات بتكون جدا يعني هائلة في أنها تسهل علينا إجراءات العمل ونكون قادرين على نوصل للعميل عيناته شو صار فيها أو مدى صلاحية الاحتفاظ بها أو إتلافها، فبالتالي بتوصلهم رسائل نصية سنوية تفيد بوضع العينة. ممتاز. وتذكيرية. في ناس ناسين أصلا، في عندنا احنا كانت عينات من سنين ناسين لأن مانيول، احنا نضطر نتصل فيهم ونبلغهم ونقول عندكم عينات شو تبغون، هل نتم فيها نحتفظ فيها أو تبغون تستخدمونها أو تتلفونها، فهذا وايد بيسهل علينا من حيث أن التواصل مع الجمهور بيكون جدا سهل. صحيح. من خلال الرابط الإلكتروني ما بين برنامج بشرى وسلامة وصول رسائل نصية للجمهور.
صحيح، وهو له دور كبير كذلك في راحة المريض، يعني نفس ما نقول راحة المريض النفسي تعتبر نص علاجة أو حتى ثقة الكبيرة بالمركز اللي يعني يتعالج عنده أو يتعاون معه، لأنه بيحس أنه في تواصل طول الوقت، حتى لو أنا نفس ما ذكرتي الأشخاص اللي مب مقيمين في دبي يعني في أماكن ثانية، فبيحسون أنه في تواصل ويقدرون يتأكدون من عيناتهم، يتأكدون من أشياء ثانية بكلمة مرور ورقم سري لهم يكون خاص فيهم وخاص ب يعني بخصوص عيناتهم كذلك. يعني يمكن أوضحها، هاي يمكن فنيا الجمهور ما يفهمها فبحاول أوضحها. حاليا نحن بعد سحب البويضات والقيام بتلقيحها في المعمل من قبل فنيات تقنيات الأخصاب، يتم تطور الأجنة على مدى 5 أيام من اليوم الأول إلى اليوم الخامس. فبالتالي يكون في اتفاق ما بين موظفات علم الأجنة والزوجين ان يتصلون بهم ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم وخامس يوم، يوضحوا لهم مدى استجابه التلقيح وتطوره في الحاوي في الحاضنات اللي هي الانكوبيتر. وهذا كله يكون بالتليفون. اما حاليا بعد 3 شهور ان شاء الله، احنا صح اطلقنا البرنامج حاليا، بس بعد 3 شهور بتكون هاي الخاصيه متوفره، انهم بالباسورد هذا بيكونوا مطلعين على جميع التطورات اللي يتم ادخالها من قبل موظفات تقنيات الاخصاب. ففي حاله انه واجه العميل انه ما فهم التقاسم او ما فهم، هم بيكونوا كاتبين لهم كل شيء. بيتواصل معنا طبعا عبر الهاتف وبيوضحوا له. هذا كمرحلة مبدئية بنحتاج ان نثقف العملاء كيف يستخدمون هاي الخاصية. صحيح. وعلى المدى البعيد ان شاء الله بيكونون مطلعين بشكل يعني سليم بإذن الله أكثر. وبداية كبداية أي تغيير أو كي أي شيء يدخل، طبعا في بداية الواحد يكون يعني يكون بداية يتعرف عليه لما يعني خلاص يتعود على نمطه. وبالعكس إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق، لأنه يعني أي برنامج كبير يعني بيفيد سواء الطاقم الطبي وكذلك والأهم بيفيد المتعاملين والمرضى اللي يتعاملون أو يتابعون مع مركز دبي للأخصاب كذلك، وخاصة في هذه المعلومات أو في هذه التقنيات الحديثة. نعم، إذا في مجال أضيف شيء يعني. نعم. حاليا نحن نراقب نراقب نتائج الحمل كل 3 شهور، نسوي تقرير يشمل مؤشرات الحمل بناء على نوعية تقنية الأخصاب المقدمة، إذا كانت أطفال أنابيب أو تلقيح مجهري أو غيره، بناء على سن الزوجة والفئة العمرية، بناء على الفحص الجيني وهلما جرى. فحاليا هذا بعد كله نقوم بمانيولي. العوامل اللي تساعد على رفع نسبة نجاح الحمل، الخطة اللي توضع لي الحالة إلى جانب المواد اللي احنا نستخدمها في المعمل، اللي هي مواد اللي يستخدمونها الموظفات في التلقيح، إلى وكذلك إلى نسبة الحرارة وإلى وضع الأجهزة في المعمل. نعم. هذا حاليا كل يتم مراقبته وإدخاله بشكل يدوي في أوراق، وبناء على تحليله نعرف أن نحن ليش نسبة نجاحنا زادت أو قلت. أما من خلال برنامج بشرة بيكون جدا سهل علينا أن نحن نشوف ليش تراجعت نسبة نجاح الحمل عندنا. هل بسبب أن الفئة العمرية الأكبر هي اللي كانت عندنا خلال هاي الفترة، أو بسبب أن ممكن المواد عندنا تحتاج إلى تغيير؟ بس بناء على رقابتنا للمواد اللي نستخدمها والحرارة في المعمل وكل الأمور المعنية في نسبة نجاح الحمل، نحن مطمئنين الحمد لله ونسبة نجاحنا في ارتفاع. فعلى سبيل المثال إذا جينا نقول في عام 2014 نسبة نجاح الحمل كانت عندنا 52% فقط، حاليا يعني آخر نتيجة طلعناها في 2019 66%. ما شاء الله، فالفارق كبير، فمعناته إحنا نمشي باتجاه سليم، نراقب موادنا بشكل سليم، نراقب أجهزتنا بشكل سليم، مو بس الأدوية، لا، الأدوية جزء بسيط من العلاج. صحيح. في جزء كبير وإجراءات كبيرة في المعمل
احنا نراقبها، وهذا كله بيساعدنا برنامج بشرى ان يكون كمرآة عاكسة لجميع المعاملات اللي تتم في المعمل. ممتاز. بشفافية وجودة عالية مثل ما يقول. ممتاز، ونتمنى لكم كل التوفيق استاذة هناء. آمين. مثل ما قلتي بشرى، يعني سبحان الله حتى اسم البرنامج يعني يبشر بالخير. اجتهدنا في ان نوجد هالاسم طبعا، ونهنيكم على اختياره صراحه. المعالي طبعا هو اللي ساعدنا في ان يختار هذا الاسم المميز. لا صراحه اسم مميز، حتى الخدمه ان خدمه بشرى يعني اسم وخدمه مميزه صراحه. نعم، وانتهز هاي الفرصه ان نتقدم بالشكر لجميع القائمين على رعايه هيئه الصحه ودعمها في جميع المحاور والإنجازات الرائدة بإذن الله، وإلى فريق العمل طبعاً في مركز الأخصاب وإدارة تقنية المعلومات على هذا الجهد والإنجاز الكبير. نهنيكم مرة ثانية ونبارك لكم إطلاق هذه الخدمة اللي هي خدمة بشرى في معرض الصحة العربي، ونتمنى لكم كل التوفيق. شكرا. الأستاذة هناء طحوار، مدير مركز الأخصاب هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. مستمعينا، كانت هذه فقرتنا الأخيرة وتحدثنا عن إطلاق خدمة بشرى في معرض الصحة العربي. هذه كانت آخر فقرة لنا في برنامجنا اليوم. أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد نور نزال، في التنسيق مير المري، وفي الأخراج أيمن سرحيل. يعطيكم العافية جميعا، ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. نلقاكم إن شاء الله باكر على نفس التوقيت الساعة 10 الصبح، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.